داير بينا بصرخ بحبك يا أجمل مدينة. رجعنا لكم تاني بعد ما شفنا جمال محافظة القاهرة، بس دلوقتي رجعت لكم بضيف عزيز عليا شخصيا، جايلي من محافظة بعيدة خالص في قلب جوف الصعيد. جه قبل الحلقة بثلاث أيام هو وأسرته علشان يستعد ويكون على الموعد معايا. جايلي معايا أحمد عبد الرحيم. منورنا يا أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. أحمد جاينا من محافظة قنا، فتخيلوا مدى العناء اللي أنت شفته وأنت جاي سفر جاي قبل الحلقة بثلاث أيام، فدي حاجة ساعدتني أنا شخصيا وأسعدت كل فريق البرنامج. يا أحمد أنا مبسوطة جدا جدا وسعيدة جدا إن يكون عندنا سفير صغير من محافظة قنا، السفير الصغير أحمد عبد الرحيم. عرفنا بنفسك يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي أحمد عبد الرحيم أبو بكر عبد القوي من محافظة قنا، سني 15 سنة. أحمد أنت جاي النهاردة وبتحمل لينا تراث وحضارة وثقافة وتاريخ وإنجازات. أنا عايزة أعرف منك كل حاجة النهاردة وأعرف السادة المشاهدين يعني إيه محافظة قنا. بسم الله الرحمن الرحيم. محافظة قنا يرجع تاريخها إلى 4500 قبل الميلاد، بالتحديد حضارة نقادة. نقادة تعتبر من مدن محافظة قنا. حضارة نقادة الأولى وحضارة نقادة الثانية وحضارة نقادة الثالثة، دي كلها بتلخصها العلماء إلى حضارة نقادة. حضارة نقادة من 4500 قبل الميلاد، وحضارة نقادة دخلت في عهد الأسرة الفرعونية عام 4400 قبل الميلاد. حضارة نقادة الأولى تميزت بأنه اسمه في تطور في صناعة الأدوات الحجرية. حلو قوي. على فكرة أنت اللي بتقوله ده قبل الوحدة، يعني قبل وحدة التاريخ. صح. يعني فعلا الحضارة دي حضارة بتجري في صلب الشعب المصري وفي صميمه. طب لو سمحت عرفنا أكتر عن الحضارة اللي قامت في مدينة نقادة أو في منطقة نقادة. دي بالنسبة لحضارة نقادة الأولى. بالنسبة لحضارة نقادة الثانية، حضارة نقادة الثانية بتتميز بحاجة جميلة قوي، تتميز بوجود خامات غير محلية. خامات غير محلية مثل اللازورد. حلو قوي. اللازورد ده يوجد حاليا في أفغانستان وإيران، وهذا دليل عظيم على وجود صلات تجارية مع آسيا. بالنسبة لحضارة نقادة الثالثة وجد فيها تطور في صناعة المقابر، يعني المقبرة كانت من غرفة واحدة لا خلوها غرفتين. حلو قوي. يعني حصل تطور في بناء المقابر. مظبوط. ايه كمان عن الحضارة العريقة اللي قامت فين؟ اولا احنا مبدئيا كده هنتكلم عن تسمية قنا. تمام. تسمية قنا في العصر الفرعوني كان اسمها شابت، في العصر القبطي كان اسمها قوتة. قوتة. ويقال عند بعض الناس كوتة بالقاف او بالقاف بالكاف. او بالكاف. تمام. في العصر الاسلامي وذلك بعد دخول عمرو بن العاص لفتح مصر اسمها اقنية. اقنية. ومنه ومن اسمها الحالي قنا. تمام. اسمه ايه ده؟ ظهور قنا ظهور قنا ان الناس تعرف قنا وان الناس تتعرف على قنا ظهر في 3 مارس 1799. احكي لنا بقى المعركة دي عشان انا حابة اولادنا يعرفوا احنا ليه بنعيد سنويا يوم 3 مارس من كل عام. 1799 عيد قنا القومي. حلو. عايزين نعرف القصة دي يا احمد. اولا القصة دي بتبدأ من الحملة الفرنسية، مجيء نابليون بونابرت وحملته الفرنسية على مصر. تمام. اولا احنا عارفين ودرسنا في الصف الثالث الاعدادي ان الحملة الفرنسية لما دخلت مصر دخلت على وادي النيل وعدت على وادي النيل، بس احنا يعني اللي اتعلمناه فشل الحملة الفرنسية على الصعيد، ما قدرتش تدخل الصعيد بسبب مقاومة الاهالي وطول وادي النيل. انا هحكي لحضرتك وهحكي للسادة المشاهدين عن معركة نجع البارود. اولا نجع البارود دي قرية في محافظة قنا. نجع البارود سميت بالبارود وذلك لشدة الهول. وعلى فكرة نجع البارود دي المنطقة اللي فيها حصلت موقعة الحملة الفرنسية دي من المناطق المهمة في قنا. فحضرتك داخل الجيش نابليون بونابرت في السفينة إيطاليا والقائد موراندي. فدخلوا فيعني أنا في كلمة عايزة أقولها إن يعني تفضل. هغير ان انا زعيم الراحل مصطفى كامل لما قال لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون مصريا، انا النهارده عايز اقول لو لم اكن قنويا لوددت ان اكون قنويا. رائع يا احمد بجد، انتمائك للمكان عجبني جدا. طبعا دي بلدنا. رائع يا احمد. بلدنا يعني الواحد شرب من نهر النيل. يعني بصراحه يا دكتوره انا اشعر في نهر النيل انه في حبوب شجاعه، ان في حبوب وطنيه، ان الواحد المكان اللي اتربى فيه بيرجع له تاني. دي حقيقه. دي حقيقه. وانا بحييك على الجمله دي بجد. فحضرتك انا عايزه اقول ان اسمه ده لما جه القائد موراندي لما شافوا الناس قنا، يعني حضرتك النساء والاطفال والشيوخ والكبير والصغير كلهم اتجمعوا كلهم وقفوا وقفه واحده. حلوة. في مذكرات احد الجنود الفرنسيين
قال ان هم القنويه دول هم احفاد الفراعنه، احفاد الفراعنه العظماء. كان كان الشخص القنوي الذي يحارب في المعركه دي لم يخف المعركة الفرنسية، ولم يخف الحملة الفرنسية، ولم يخف من أي حاجة، على الرغم أن فرنسا ساعتها كانت دولة يعني دولة عظيمة يعني. إلا أن الشعب المصري عنده انتماء للوطن، عنده فكرة الولاء للأرض، أن مفيش أي حد أي معتدي هيجي ياخد مننا أرضنا بسهولة. فكر الوطنية هو اللي كان بيحرك الجيش المصري أو الشعب المصري، مش هنقول عليه جيش في الوقت ده، لأن زي ما أنت قلت الأهالي كلهم عن بكرة أبيهم خرجوا، أكيد نساء أطفال رجال حتى الشيوخ كانوا بيحاربوا في نجع البارود. وعلى فكره قصه نجع البارود دي احنا درسناها في الصف الثاني الاعدادي، درسناها في اللغه العربيه، وانا دايما لما بقرا في تاريخ قنا انا بحس بالفخر، احس ان انا يعني انا دلوقتي فخور بنفسي ان انا ابن قنا البار، حاسس بنفسي ان انا ابن مصر رأى. ان مصر العظيمه اللي هي كانت مقبره الغزاة على مر التاريخ، مرورا بالهكسوس، مرورا بقمبيز الثاني الفرس قبل ميلاد السيد المسيح. فالمهم فدخلت المعركه وانهزم، وانهزم، وحزن نابليون حزنا شديدا لما سمع الاخبار، لان الاخبار ايطاليا السفينه ايطاليا اتدمرت لما طلعوا المجاهدين القنويه، لما طلعوا على السفينه جابوها على الارض. لا، امر القائد مغامضيب ان تفجير السفينه، فتناثرت اشلاء الضحايا، ولم يهم يعني القنويه لم يهمهم الموضوع ده. دول غزاة يعني مش مشكله، ده الارض، الارض والعرض والشرف. صحيح صحيح، دي حقيقة. عشان هنا جي يوم 3 مارس عيدا قوميا لمحافظه قنا. عرفنا كمان على تاريخ قنا العظيم. دخل بعد كده مراحل في قنا. عام 1954 جه السيل على قنا، فالامم المتحده جمعت اموال من العالم، اموال من العالم لتعمير مدينه قنا. هم اصلا في الاصل اعتبروا ان مدينه قنا مدينه منكوبه، فجمعوا التبرعات من جميع العالم وبعتوها لمحافظه قنا. التبرعات دي وصلت عام 1956، العدوان الثلاثي على مصر، وطبعا احنا درسنا اسبابه، اسرائيل وانجلترا وفرنسا، وطبعا فرنسا اكيد طبعا علشان احنا مصر ساندت حركات التحرر الوطني في الجزائر. تمام، يعني هما جايين لنا بطار بس رايحين بقى المكان عارف يعني ايه ارض وعرض. عملوا معنا ايه؟ اولا لما جت التبرعات جت للمحافظ، بعد كده دخلت بورسعيد طبعا وحصلت المشاكل في بورسعيد، فمحافظ قنا بعد كده جمع كل الفلوس دي وارسلها الى بورسعيد للمقاومه. للمقاومه لتعمير البورسعيد، تعمير بورسعيد من اثار بقى دخول الجيش الانجليزي والجيش الفرنسي طبعا. انت بتعرف ان المعلومه دي جديده بالنسبه لي، ان وطنيه محافظ قنا ان الاموال دي رايحه له علشان يبدا يعمل احياء لتراث واحياء للشعب، لان انا عارفه ان دي منظمه اليونسكو هي اللي بعتت ده، وانه يجمع ده ويدي للمقاومة بورسعيد، لا دي حاجة تستاهل وتستحق التقدير لشعب قنا. طبعا ده شعب مصر العظيم، شعب مصر يعني يكفي شرفا شعب مصر ان هو في نهر النيل، نهر النيل الخالد على مر الزمن، نهر النيل الذي قامت الحضارة على ارضه، وعرف الانسان الاستقرار بالزراعة وتلبيد احتياجاته. احمد لو انا حابة اروح هنا هزور ايه هناك من المعالم الحضارية والاثرية؟ من المعالم الحضارية حضرتك ممكن تزوري مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، مسجد سيد عبد الله القرشي، ودول اولياء من اولياء الله الصالحين. تمام. ممكن حضرتك تزوري معبد دندره، حلو قوي. ممكن حضرتك تزوري مطرانيه الاقباط الارثوذكس، ممكن حضرتك تزوري دير الشهيد ماري جيركس الروماني، وقد بني في القرن الثالث الميلادي. رائع جدا، يعني انا ممكن اتمتع بجميع انواع السياحه، دينيه ثقافيه، ممكن اتكلم كمان على اماكن حضاريه، يعني انتوا في عندكم حاجه اتبنت حديثا مثلا زي مثلا زي عندنا هنا في القاهره برج القاهره، في حاجه عندكم ممكن اجي ازورها بتمثل الحضاره المدنيه الحديثه؟ حضرتك ممكن تزوري برج ميدان الساعه، في ساعه الكترونيه بتتحرك مع الوقت. الله، حلو قوي طبعا، دي حضاره جدا. طب الشعب القناوي، الشعب القناوي، الشعب انا حابه ان انت تكون سفير للشعب ده، فلو سمحت اديني كل حاجه تعرفها عن الناس القناويه الجبال. حاضر. نمره واحد، انا هتكلم عن الشعب القناوي وهتكلم عنه بكل صراحه لانه شعب عظيم وشعب خالد على مر الزمن. الشعب القناوي بيتميز بثلاث حاجات، بيتميز بالكرامه، الشهم، التسامح الديني، التسامح الديني. التسامح الديني في قنا يعني ينظر وجوده في العالم، على الرغم وعلى الرغم، ويعني كل الكلام ده هيتناقض مع حاجه، ان قنا تعتبر بؤره التعصب القبلي. هنا في فرق بين التعصب القبلي والتعصب الديني. التعصب الديني، التعصب الدين
والتعصب الديني ده بيبقى التطرف، نوع من التطرف ونوع من الارهاب، انه بيبقى البني ادم المتعصب دينيا ما عندوش قبول لفكره الاخر، لا وعنده افكار مغلوطه عن الدين. يعني الاديان كلها، الاديان السماويه بتدعي الى التسامح وتدعي الى التعامل مع الناس على انهم سواسيه، لا يوجد فرق بين الجنس او اللون او هكذا. تمام، لكن فكره العصبيه القبليه دي حاجه تانية، وانا حباك تفسرها النهارده عشان الناس اللي بتسمع. العصبيه القبليه يعني معناه ايه؟ يعني معناه مثلا ايه، ان لو في فتاه مثلا عايزه تتزوج، يعني شيخ القبيله يصر على ان هذه الفتاه تتزوج من رجل من نفس القبيله. تمام، يعني عندهم فكره العصبيه القبليه حتى في عادات الزواج. مظبوط. تمام، الفكره دي هل مسيطره على كل انا ولا مناطق معينه ومراكز معينه في انا؟ لا، مسيطره على المناطق البدويه مسيطره على فكر البدو. اما فكر الحضر وفكر الريف وفكر المدن، ده فكر متطور بيعيش ويتطور. بيتطور مع ايه؟ بيتطور مع التطورات التكنولوجيه والحضاره وهكذا. صحيح، دي حقيقه. كان في معلومه كنت عايز اقولها. اتفضل. ان في عام 1766 كانت النكسه، وجه عدوان اسرائيل الغاشم على مصر. فانا اللي عايز اقوله معلومه يمكن الساده المشاهدين اول مره يسمعوها، ان الطائرات الاسرائيليه ضربت كوبري دندره. فجه فريق اسمه الفريق طيار صلاح محسن. فريق طيار صلاح محسن ده له انجاز عظيم، رحمه الله طبعا عليه الاول. رحمه الله عليه طبعا. الانجاز ده يتمثل حضرتك في ايه؟ يتمثل انه في خلال، هو طبعا ايه، القائد مفيد فوزي عينه محافظا لقنا. فاول حاجه بيشتغل عليها اي محافظ او اي حد بيمسك اي قطر في مصر لازم يبقى عنده خرائط. فبعت له مفيد فوزي قال له حضرتك ممسكني محافظه وانا ما فيهاش خرائط. فامر اللواء مفيد فوزي ساعتها بان الطيران العسكري ومصلحه الطبوغرافيا تطلع تمسح قنا. في ظرف 72 ساعه تم مسح قنا. الجدير بالذكر ايضا ان لو عايز انا امسح مدينه قنا، ده ياخد في المسح المدني ياخد اكتر من 20 سنه. يعني ده كان له دور عظيم جدا في ان في ظرف 72 ساعه فقط مسحت قنا بالكامل. مسحت قنا بالكامل وخرايط، يومين اتمسحت، اليوم الثالث اتطبعت الخرايط وبقت موجوده. انا عايزه اقول لك ان الكلام ده سنه 67، يعني ما كانش فيه جي بي اس. 68 يعني بعد النكسه. في اثناء النكسه. يعني ما كانش فيه وسائل التكنولوجيا الحديثه زي الجي بي اس، ان انا احدد مكان ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. ان انا بوسائل بدائيه خالص جدا في يعني في الفتره دي ما كانش فيه تكنولوجيا اللي معانا. فطبعا انجاز جدا لمحافظ قنا ومدير الامن بتاعها طبعا وقائد المخابرات في الوقت ده. ممكن تقول لنا كمان حاجات عن قنا؟ يعني انا عايزه، انا اتشوقت بصراحه. انا عايزه اعرف عن حضاره الناس دي، يعني عاداتهم تقاليدهم. انا حابه ان انا اعرف منك، لان انت جاي سفير لقنا، فانا حابه اكننا كده رحنا لقنا، اعمل لنا زياره سريعه لقنا. اولا انا عايزه اتكلم عن الانشطه التي تمارس في قنا. الانشطه التي تمارس في قنا من ابرز الانشطه الزراعه. الزراعه 90% من مساحه قنا مزروعه بقصب السكر، ده المحصول الاساسي هناك، نظرا لانه الظروف الجويه بتتلائم مع ظروف زراعته. مظبوط. تاني حاجه الصناعه. الصناعة بتتميز كده بحاجة جميلة جدا، وهي مجمع الألومنيوم ومصنع السكر بقوس ودشنة ونج حمادي. برضو من صناعات القصب السكر ممكن بيطلعوا العسل الأسود الموليزس، ممكن بيطلعوا صناعات كتيرة، ممكن بيعملوا يعني البقايا بتاعت العسل الأسود اللي بتبقى موجودة من تحت بيعملوا حاجة اسمها الجلاب. دي ايه بقى؟ ترجم، انزل بترجمها. يعني ايه الجلاب؟ الجلاب حاجة كده زي كون، كده زي كون الايس كريم. لونها بيبقى بني، يعني من خلاصه العسل. من خلاصه العسل الاسود اللي هو الموليزس. إيه الجلاب ده؟ يعني الواحد لما بيجي ياكل منه وبالذات في قنا، يعني بيذوب طعم الجلاب حلاوه. الله. يعني زي الاعلان كان بيقول عندما تعشق الشوكولاته، هنا احنا بنقول عندما تعشق الجلاب. الله. عندما يعشق الجلاب. يعني حتى انتوا بتستفيدوا من كل حاجه، حتى عصاره قصب السكر والعسل الاسود انتوا بتستفيدوا منه. مظبوط. وانتوا واخدين مركز اول، احنا بنحقد عليكم على فكره في صناعه الالومنيوم. تعرف فكره الالومنيوم دخلت نجا حمادي بعد بناء السد العالي. لان هو محتاج طاقه كهربائيه كبيره جدا. بدانا ناخد المراكز الاولى في تصنيع الالومنيوم بعد بناء السد العالي. هو الالومنيوم برضو بيحتاج الى وفره خبره فنيه وعلميه متطوره، ومحتاج الى طاقه كهربائيه كبيره برضو. احنا درسنا في الصف الثالث الاعدادي ان دوله الولايات المتحده الامريكيه كانت الدوله واخده مركز اول على العالم في صناعه البوكسايت. دي حقيقه. وخد بالك ان احنا عندنا هنا مصر هي واخده مركز اول افريقيا. يعني مصر بفضل مدينه نجا حمادي اللي في محافظه قنا،
تاخد مركز اول على مستوى قاره افريقيا في انتاج الالومنيوم. طبعا احنا بنستورده طبعا زي ما انت عارف من استراليا وناخده ماده خام هيلبوكسايد وبعدين نبدا نصنعه عندنا في نجا حمادي ونطلع الالومنيوم اللي العالم كله بيحتاجه. فكره التصنيع عندنا في نجا حمادي او عندكم في نجا حمادي فكره شعب، يعني مش بس ان انتوا طلعتوا في اراضي بتقوم على حرفه الزراعه، لا انتوا طورتوا من نفسكم وبداتوا تفكروا تحت سوق العمل محتاج ايه. لا احنا محتاجين صناعه عشان نزود مثلا الدخل القومي، محتاجين صناعه عشان نزود دخل الفرد وبالتالي مستوى معيشته هترتفع. فكرتوا ان انتوا تنقلوا من نشاط الزراعه او تضيفوا عليه نشاط الصناعه. فكره ان المصنع يبقى جنب الارض الزراعيه، عايزك تدي نبذه كده مختصره عن المصانع اللي بجوار الاراضي الزراعيه زي مصنع قصب السكر. مصنع قصب السكر بيبقى جنب الارض الزراعيه ليه؟ لقرب المسافه وتوفير الوقت والمال. يعني انا مثلا لو انا حاطط المصنع بعيد عن الارض الزراعيه مثلا، دلوقتي انا هتكلف عربيات، هتكلف عمال، هيكلف فلوس. لكن انا لما احط المصنع جنب الارض الزراعيه ده بيوفر عليا، بيوفر عليا وقت، لان انا ممكن اخد القصب السكر ادخله المصنع اشتغل بيه بسرعه. مع ان انا يعني عفوا اتعارض مع ان فكره بناء المصنع على الارض الزراعيه، ان ده بيعمل مشاكل زي التصحر والجفاف وده بيضر الارض الزراعيه، وخصوصا ان الارض الزراعيه دي ثروه مصر. انا بحييك على كلمه ان الارض الزراعيه ثروه مصر، بس انت بتدعو النهارده من برنامج السفير الصغير ان احنا ننقل المصانع خارج الاطار الزراعي. يعني هنا عندنا هنا فيها صحراء شرقيه وجزء من الصحراء الغربيه، احنا ممكن بمنتهى السهوله ننقل المصانع بره الصحراء الشرقيه وبراحتك خد زي ما انت عايز، معاك الصحراء مكان انت عايزه صح. ودلوقتي هنكمل معاك بس هنخرج فاصل كده صغنن، شوف بيه جمال هنا ونرجع نواصل معاك حلقتنا. في الفاصل حسيت ان عيون احمد دمعت لما سمع وشاف قد ايه جمال محافظته اللي هي محافظه قنا، وقال لي انا حابب اتكلم عن اعلام اثرت في التاريخ خرجت من محافظه قنا وعاشت على اراضي قنا. احمد حابب تبدا بمين؟ احب ابدا طبعا بالشاعر عبد الرحمن ابنودي والذي لقب بالخال. اولا الشاعر عبد الرحمن الابنودي مبدئيا انا هتكلم كده عنه في نبذه صغيره. نمره واحد والده كان الشيخ محمود الابنودي. الشيخ محمود الابنودي كان اديب برضه. الشيخ محمود الأبنودي برضو كان أديب. يعني إحنا نقدر نقول هنا إن الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ورث الأدب وورث البلاغة في الشعر. وإن على فكرة شعر الشاعر عبد الرحمن الأبنودي كان بسيط، بيتميز بالبساطة والهدوء ونوع، يعني الواحد حس إن هو سلس بيتكلم عن كل واحد فينا. الواحد يسمع شعر الشاعر عبد الرحمن الأبنودي ويعني يشعر بإنه طاير في القصة. عايش بإنه عايش في عالم جميل بره العالم خالص. تعرف انا بحب جوابات حراج الجوت جدا، وبحب العمة يمنة. يعني انا بحب له قصائد، طبعا انا كل قصائده بعشق الخيل، يعني انا في كل احواله انا بعشق، وتحية كبيرة لروحه الطاهرة الخيل عبد الرحمن الأبنودي. فعلا شكل وجدنا، يعني فعلا هو اثر فينا. فايه اكتر قصيدة بتحب تسمعها؟ والله قصائد كتيره بصراحه. انا يعني بصراحه دايما كان الصحف والجرائد دايما كانت بتنزل قصيده،
القصيدة مكتوبة للشاعر عبد الرحمن الأبنودي كان بيها صورته. فأنا كنت بقرأ للعديد من القصائد، أنا لا أتذكر حالياً قصيدة معينة، لكن في حاجات بتحس بيها أن أنت بتشعر بالفخر أنك إناوي من المدينة اللي اتولد وترعرع عليها الشاعر العظيم رحمة الله عليه عبد الرحمن الأبنودي. طبعاً ده كان شاعر يعني عرف ناس كتير ووصل للقاهرة، ويعني والشاعر ده الناس كتيرة حبيته، ناس كتيرة على مستوى جمهورية مصر العربية حبيته. تعرف الأغاني اللي تغنى بيها شكلت وجدان الشعب المصري؟ يعني في أغاني ثورية شكلت وجدان الشعب المصري وتغنى بيها كثير من الشعراء وكثير من المطربين زي عبد الحليم حافظ. عدى النهار طبعا، عارف أغنية عدى النهار والمغربية؟ ايه ده؟ ايه الجمال اللي بيدي حماسة وبيدي دفعة كده للجنود علشان يقوموا يعملوا المعركة؟ لا لا، انا يعني انا بحب جدا، والخيال رحمه الله عليه مكانه كبيره عندي. رحمه الله عليه. مين كمان يا احمد بيأثر في شخصيتك؟ ايه بيأثر؟ طب استنى، احنا معانا دلوقتي عدى النهار، نسمع حته منها وبعدين نرجع نكمل، عشان انا بحب جدا بعشقها بصراحه. أوكي. خلونا نسمع عدى النهار. نغم تحلم بلدنا بالسنابل والخزان. لما تحلم بلدنا شعبها لازم يحقق لها كل اللي بتحلم بيه وتتمناه. مع أغنية عدى النهار اللي بتدينا طاقة إيجابية وأمل في بكرة، هنرجع نكمل كلامنا مع أحمد عن الخيل. كتب إيه كمان للخيل لعبد الحليم حافظ؟ كتب أحلف بسماها وترابها. حلوة قوي قصيدة أحلف بسماها وترابها. أنا عايزة أقول لحضرتك وعايزة أقول لجميع السادة المشاهدين إن هي قصيدة كانت جميلة جدا، وقصيدة لا تزال تعيش في قلب ووجدان كل مصري. مش كل مصري، لا ده كل عربي. إن مصر في وقت من الأوقات مرت على مرحلة قاومت فيها الغزاة. وغزاة يعني إيه؟ كانت دول استعمارية، ودول يعني إيه ده؟ يعني دول لا تغيب عنها الشمس. فالقصيدة دي يعني أنا بحيي برضو الشاعر عبد الرحمن الأبنودي من هنا من موقعي هذا، لأنه بصراحة يعني زرع الأمل وزرع كل شيء جميل في قلب كل عربي وكل مصري، وكل الناس اللي سمعتها حبته. لذلك الشاعر عبد الرحمن الأبنودي اتعرف عنه ببساطته وجمال كلامه. وعلى فكرة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي له العديد من الدواوين والقصائد بالفصحى. تمام. طب انت شوقتني أكتر إن أنا فعلا أدي لأولادنا حماسة ونسمع أحلف بسماها وبترابها. تعالوا نسمع جزء صغير من أحلف بسماها وبترابها. تعالوا نسمع مع بعض. أحلف بسماها وبترابها، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمطلع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف كده للكلمات. احلف بسماها وبترابها، ما تغيب الشمس العربيه طول ما انا عايش فوق الدنيا. عارفين نقصد بيها هنا انا مين؟ انا المصري. الشمس العربيه عمرها ما هتغيب من الدنيا طول ما الشعب المصري واقف على رجله ووراه في ظهره جيشه. عشان كده احمد طول الفاصل يقول لي كلمات الابنودي الخال رحمه الله عليه بتمس كل مواطن، مش صعبه ومش سهله، يعني مش اي حد على فكره يقدر يكتبها. عارفين السهل الممتنع. عارف أغاني الأبنودي رحمة الله عليه شعر العظيم الكبير الخال الأبنودي بتحسسني بمصريتي، يعني بتخليني دايما يعني لو زعلانة هسمع حاجة بتمس ده، لو فرحانة هسمع حاجة هلاقي حاجة بتخليني أفرح، لو حاسة أن أنا عايزة أخد طاقة أمل هسمع أحلف بسماها وبترابها. إيه كمان ممكن نسمعه للخال يا أحمد؟ العديد من القصائد، ممكن نسمع العديد من القصائد. انت عارف تغنى بكلماته محمد رشدي وشادية وعبد الحليم حافظ ومحمد منير. عارفين عارف اغنيه يا سمراني اللون؟
تعالى كده نسمع منها الجزء ونفتكر بيها رحمة الله عليه الخير. تعالى نسمع يا سمراني. ومع يا سمراني اللون هرجع لأحمد وهسمع منه مقترحاته لتطوير مدينة قنا. تفضل يا أحمد. بسم الله. اولا حضرتك يا دكتوره، انا مقترحي دايما الاول، انا على فكره تابعت الحلقات كلها بتاعت حضرتك، يعني انا شفت الناس بتتكلم ازاي وبتتعامل ازاي. الناس كلها بتقول احنا هنعمل واحنا هنعمل واحنا هنعمل، اوكي، ومقترحات جميله، ويعني مقترحات جميله جدا لبناء اي دوله. بس انا عندي كان مقترح صغير، والمقترح ده مش هيفيد انا، هيفيد مصر. ممكن يجعل قنا دي جزء من اوروبا، ممكن يرقب مصر يخليها جزء من اوروبا زي ما كان الخديوي اسماعيل وحكماء واحفاد محمد علي باشا. المقترح بتاعي بيتلخص في جمله، الجمله دي مكتوبه على جدران المدارس وجدران النوادي. الجمله بتقول، وتورثها يعني طبعا الجمله دي الحكماء والعلماء على مر التاريخ، الجمله دي بتقول ان بناء العقول والاجسام ارقى من بناء القلاع والحصون. رائع يا احمد، انا بكلمتك بختم معاك الفقره النهارده، وانا سعدت جدا بوجودك، وتحيه كبيره جدا لوالد احمد استاذ عبد الرحيم واخته الاستاذه ايناس اللي جم وشرفونا من هنا وقعدوا 3 ايام في القاهره في انتظار يوم الحلقه عشان ما يتاخروش علينا. وتحيه كبيره جدا للشعبي الاناوي العظيم اللي عرفنا عليه احمد النهارده، وكان نفسنا الحلقه تبقى اطول من كده عشان نعرف منك اكتر واكتر عن هنا. ومنتظرك في حلقات تانية كتيره يا احمد. السفير الصغير كان معايا ومعاكم السفير الصغير احمد عبد الرحيم. هنطلع فاصل ونخرج تاني نواصل حلقتنا مع قول وشباب بتتفتح وبتدي طاقات امل لثانويه العامه. ميرسي يا احمد جدا. اتفضل.